أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله مجددا مع تركي الدخيل. هذه المرة حيث نلتقي الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد الثاني. حياك الله شيخ سلطان. يا مرحبا ومسهلا بأخوي الغالي تركي، الله يحييك. الله يحييك شيخ سلطان. لنبدأ بالحديث عن والدكم المرحوم الشيخ سحيم بن حمد الثاني رحمة الله عليها، الذي كان أحد المؤسسين إلى جانب شقيقه الشيخ خليفة في قطر. لو تحدثنا عن الأدوار التي قام بها والدكم رحمة الله عليه. لو تسمح لي أخوي تركي أرجع للأصل. نعم. وأسرد أكثر في هذه النقطة الهامة. فضل. الشيخ سحيم بن حمد بن عبد الله هو شقيق الشيخ خليفة بن حمد بن عبد الله وابن خالته، أيضا يعني عيال خالة. نعم. أمهاتهم شقيقات. أمهاتهم أم الشيخ سحيم الشيخة آمنة السويدي، وأم الشيخ خليفة الشيخة عاش السويدي. ولماذا الشيخ سحيم بن حمد يرتبط بعلاقة خاصة جدا مع الشيخ خليفة بن حمد؟ بحكم أنهم أخوان وأنهم عيال خالة. أضف إلى ذلك الشيخ خليفة بن حمد رحمة الله عليه توفت والدته وهو في المخاض، وربت الشيخ خليفة الشيخة آمنة السويدي والدة الشيخ سحيم بن حمد جدتكم. وبعد سنة من وفاة الشيخة عاشة أنجبت الشيخة آمنة الشيخ سحيم بن حمد، وتربى الشيخ سحيم وتربى الشيخ خليفة في بيت واحد في رعاية الشيخ حمد بن عبد الله. يعني القصة عفوا شيخ سلطان، أنه جدكم بعد أن توفيت زوجته أم الشيخ خليفة تزوج شقيقتها أختها اللي هي الشيخة آمنة السويدي والدة والدكم، والدة الشيخ سحيم، فربت فتكفلت وربت ورعت الشيخ خليفة ورعت الشيخ سحيم بكل وفاء وكل بر. أيضا عاشوا فترة زمنية معينة مع أبوهم الشيخ حمد بن عبد الله تقريبا 10 سنوات، وبعدها توفى الشيخ حمد بن عبد الله، وبدأ هنا كفاح الشيخ سحيم وكفاح الشيخ خليفة للوصول إلى ما وصلوا إليه. لم تكن حياة سهلة. توفى الشيخ حمد بن عبد الله طبعا قبل استقلال قطر. احنا نتكلم طبعا فترة الأربعينات والخمسينات. نعم. وحتى الستينات. نعم. توفى الشيخ حمد بن عبد الله والشيخ سحيم والشيخ خليفة صغار في السن. نعم. يعني يمكن الشيخ خليفة كان عمره 14 سنة والشيخ سحيم عمره في حوالي تيتموا يعني في صغرهم تيتموا في صغرهم، وقامت الشيخة آمنة برعايتهم. وللحقيقة التاريخية والأمانة التاريخية يعني واشهد بهذا، واهل قطر كلهم يشهدون بهذا. الشيخه امنه وفت وبرت في تربيه الشيخ خليفه والشيخ سحيم في ان واحد، وايضا وفت وبرت لزوجها اللي هو والد الشيخ سحيم والد الشيخ خليفه وجدي الشيخ حمد بن عبد الله بعد وفاته. الشيخ حمد بن عبد الله كان ولي العهد لابوه الشيخ عبد الله بن قاسم. حمد بن عبد الله اللي هو جدكم جدنا، وتوفى الشيخ حمد وهو ولي عهد. وهو ولي العهد، وكان هو المسؤول مباشر في الدولة. حتى في حياته كان هو يدير الدولة بشكل مباشر، حتى أبان حياة والده. توفى الشيخ حمد بن عبد الله، واجتمع بالأسرة الشيخ عبد الله بن قاسم الثاني اللي هو عدي، اللي هو عدي وجد الشيخ خليفة والشيخ سحيم. ايش معنى عدي عفوا؟ عدي اللي هو جد الجد. جد الجد. فاجتمع معهم وقرر أن يتنازل للإمارة للشيخ علي بن عبد الله بموجب وصية تاريخية معروفة، أن يتولى الإمارة الشيخ علي بن عبد الله لفترة زمنية معينة، ويرجع الحكم في ذرية الشيخ حمد بن عبد الله، في الشيخ خليفة بن حمد والشيخ سحيم بن حمد. وهنا بدأ كفاح الشيخ سحيم والشيخ خليفة، فلم يكن كفاح سهل. كان طبعا قطر في ذلك الوقت تعاني تحت من شظف العيش في البداية، وتحت الانتداب أكيد. طبعا احنا نتحدث في فترة زمنية بعد الحرب العالمية الثانية. الشيخ عبد الله بن جاسم تنازل عن الإمارة في سنة 1949، وهذا بعد الحرب العالمية الثانية بأربع سنوات تقريبا. وتولاها ذاك الوقت الشيخ خليفة، تولى الشيخ خليفة ذاك الوقت ولاية العهد، أو ما يسمى نائب الأمير أو نائب الحاكم في ذاك الوقت بهذه الصفة. وبدأ كفاح الشيخ سحيم والشيخ خليفة ذاك الوقت جميعا. وش كان الشيخ سحيم؟ وش أدواره في ذلك؟ كان عنده منصب رسمي؟ كان الأخ الوفي والبار والعظيم لأخوه الشيخ خليفة.
بس ما كان عنده منصب رسمي. لا ما كان يعني كان عنده مهام بس بدون منصب. طبعا احنا نتحدث في مرحلة الخمسينات كان الشيخ علي بن عبد الله موجود وحي. وكان الشيخ خليفة نائب الأمير ولي العهد. وتنازل الشيخ علي بن عبد الله لابنه الشيخ أحمد في سنة 1960 إذا ما تخوني الذاكرة الحين. وبدأ هنا كفاح الشيخ سحيم مع الشيخ خليفة وصولا إلى قيادته الحركة التصحيحية في سنة 1972 طبعا بعد وهو وزير خارجية آنذاك. عين الشيخ سحيم في أول حكومة بعد الاستقلال وزير الخارجية في براير 1972 فهو أول وزير خارجية للدولة الحديثة في قطر لدولة قطر. وللأمانة التاريخية لن ننسى أبدا موقف المملكة في سنة 1972 لا مع الشيخ سحيم ولا مع الشيخ خليفة في الحركة التصحيحية. وش الحركة التصحيحية يا شيخ سلطان؟ الحركة التصحيحية الله يسلمك هي في فبراير 1972 فالحركة التصحيحية يعني أول حكومة شكلت حكومة إن صحت العبارة نقدر نسمي أول حكومة لقطر بعد الحركة التصحيحية سنة 1972 هي أول حكومة لقطر في فبراير 1972 بعد ما تولى وزارة الخارجية ما هي الأدوار التي قام بها الشيخ سحيم؟ نشاط الشيخ سحيم قبل أن تولى وزارة يعني لو تكلمنا عن الشيخ سحيم نشاط الشيخ سحيم وكفاح الشيخ سحيم لن يبتدي في مرحلة 1972 بعد الحكومة أو بعد ما تعين في منصب حكومي لا أبدا كان نشاطه قبل هذا بكثير فظل الأخ البار والوفي لأخوه والناصح لأخيه ظل العون والعضيد له حتى آخر يوم في حياته فالشيخ سحيم لم يخون أخوه ظل بار له أضف إلى ذلك علاقته ومحبة له القطر طيب وعلاقته بقبائل قطر وأهل قطر جميعا والأسرة الحاكمة في ذاك الوقت والدكم الذي تعتزون كثيرا به وفي مجلسكم أيضا يعني تضعون صوره شيخ سلطان توفي رحمة الله عليه في عام 85 نعم والرواية الرسمية المتداولة في قطر أنه توفي بنوبة قلبية ودفن في الدوحة لكن ثمة روايات تتداول من حين لآخر أنه رحمة الله عليه توفي مسموما صحيح فما صحت هذه الرواية هل تميل أنت شخصيا شيخ سلطان لو تذكرون أخو تركي في حفل اجتماع قبائل يام اللي كنت فيها أنا متضامن مع الشيخ طالب بن شريم اللي سحبت السلطات القطرية الجنسية منه وخمسين واحد من أفراد عائلته ذكرت في الحفل أني فقدت والدي غدرا وغيلة ماذا كنتم تقصدون أنكم فقدتوه غدرا وغيلة وأكرر لك اليوم إحنا فقدنا الشيخ سحيم غدرا وغيلة يعني إذن أنت تميل إلى رواية أنه لم يمت موتة طبيعية نعم وعنا بالوثائق وبالأدلة ولكن إن شاء الله لما نكون في قطر بإذن الله وقطر في خير وأهلها بخير بنعرض جميع هذه الأدلة والوثائق التي تثبت أنه لم يمت موتة طبيعية أنه لم يمت موتة طيب طبيعية كيف مات إذا ما مات موتة طبيعية تم الغدر فيه مسموم مثلا؟ نعم من الذي سممه؟ لأنه توفي في حياة الأمير الشيخ خليفة اللي تقول أنه كان أخيه وعضيده سحيم بن حمد كان أخا وعضيدا ومؤازرا لأخيه الشيخ خليفة طيب هل الشيخ لا أبر الشيخ خليفة من هذا العمل المشين أتهم بشكل مباشر حمد بن خليفة بهذه التهمة ما الذي يدفع حمد بن خليفة ليغدر بوالدك ويتسبب يعني في وفاته لو تجيب أي باحث جنائي اليوم وتشوف تصرفات حمد بن خليفة فتعلم أن هذا العمل ليس بغريب عليه بس وش اللي يخلي شيخ سلطان ما الذي يدفع حمد بن خليفة لإزاحة عمه سحيم من الحياة هل مثلا كان يهدده لأنه يعلم أن الشيخ سحيم هو الأخ والعضيد والوفي للشيخ خليفة ويعلم أنه هو الولي العهد الشرعي ويعلم أن لو الشيخ سحيم موجود كان لن يتجرأ أن يقوم بخطوة حادثة العقوق سنة 1995 اللي انقلب فيها على والده يعلم علم اليقين بهذا لن يتجرأ أنا أكرر كلامي لن يتجرأ
للقيام بعمل مثل هذا. ولذلك كان هذا هو التمهيد الانقلاب، بدايات الانقلاب إن صحت العبارة من وجهة نظرك. نعم، بدايات الانقلاب بما تسمى بين قوسين حادثة العقوق الشهيرة. طيب، هذا يعني شيخ سلطان بن سحيم الثاني أنكم تميلون إلى أن هناك حادثة تسميم تقولون أن لديكم أدلة عليها؟ نعم، وأقولها بكل صراحة. هل يمكن أن تكشفون الأدلة اليوم؟ بين أهلنا في قطر إن شاء الله. السياسة القطرية في عهد عمكم الشيخ خليفة والتي كان وزير خارجيتها والدكم، ما هي أبرز ملامحها وكيف تغيرت بعد 95 بعد انقلاب حمد بن خليفة؟ الشيخ خليفة الله يرحمه كان له سياسة واضحة، متجانس مع أخوانه في الخليج، أخلهم، يعتبر قطر جزء من المنظومة جزء الخليجية، جزء من المنظومة الخليجية، لم يشذ أبدا، ولكن ابنه شذ كل الشذوذ، بل هدد وجود الدول. أنت تتحدث عن حمد بن خليفة والد الأمير الحالي، والد الأمير الحالي، وهو ما يطلق عليه في قطر الأمير الأب، يطلق عليه الأمير الوالد، أو الأمير الوالد اللي هو الشيخ حمد. تقصد أنه ما اصطلحت على تسميته بالشذوذ في السياسة القطرية وخروجها عن المنظومة الخليجية، هذا يتمثل مثلا بالخلاف على جزر حوار مع البحرين. لو تسمح لي أسرد سرد تاريخي. تفضل. بعد وفاة الشيخ سحيم أصبح الطريق ممهد، وفعلا بعد وفاة الشيخ سحيم أصبح حمد بن خليفة وحاكم قطر الفعلي وهو ولي العهد. الفعلي وهو ولي العهد من سنة 85 إلى يومك الحالي هو حاكم قطر أو جزء من المنظومة التي تحكم قطر. فنبتدي، هو شكل أول حكومة سنة 88، الشيخ خليفة ما شكل حكومة. الحادثة الشهيرة باحتلاله جزر وتفجيرها، جزر حوار جزر متنازع عليها، يعني نقدر نسميها جزر متنازع عليها، اللي كانت في حين جزر متنازع عليها وأصبحت الآن تابعة البحرين، وأصبحت اليوم تابعة لإخوانا في البحرين بحكم قرار من المحكمة الدولية في سنة 2001. هذه حادثة معروفة، فجر الشوت وفجر الجزر وقام بأعمال مفينة. تبعها حادثة الخفوس سنة 92، الخلاف الحدودي بين السعودية والقطر. أهل قطر جميعا يعلمون أن هو من قام بتقديم النقطة القطرية داخل أراضي السعودية، يعني أزاح نقطة الحدود القطرية إلى داخل الحدود السعودية، إلى داخل الحدود السعودية، وهو ما رفضته السلطات السعودية في والأمانة التاريخية صبرت السعودية كثيرا، فلم تقوم بخطوة بعمل عسكري مباشر في أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم ولا رابع يوم، صبرت كثيرا أكثر من شهر شهرين. وحتى لما قدمت فرقة من الحرس الوطني أو حتى يعني فرقة قبلية ودخلوا على الحدود ورجعوا أراضيهم اللي هي أصلا أراضي سعودية. عادوا الجزء الذي يعني أمر حمد بن خليفة. وطبعا نذكر كلمة حمد بن خليفة الشهيرة اللي قالها في حينها، قالها ما لهم لنا إلا خشم البندق. هذه كانت تتردد داخل الأسرة، داخل حمد بن خليفة كانت تتردد. وطبعا عمل بدعاية، يقصد مال السعوديين إلا خشم البندق، مال السعوديين خشم البندق في الخلاف الحدودي. وأهل قطر جميعا يعلمون أنه هو اللي قدم الحدود وهو السبب في هذه المشكلة طرأت في سنة 92، ومما أدى إلى مقتل عندنا جندي رحمة الله عليه انقتل، وعندنا حتى من طرف أخواننا في المملكة انقتل بن شريم و مجموعة في الخلاف الحدودي، لأنه والسبب في هذا بشكل مباشر حمد بن خليفة، هو السبب في هذا بشكل مباشر. ثم نسرد بعدين إلى إنشاء قناة الجزيرة في سنة 1996، جمع الكل، جمع الإخوانج، جمع التكفيريين، جمع القوميين، جمع الناصريين، جمع الاشتراكيين، جمع الشيوعيين في قطر. في قطر، نعم. شيخ سلطان، قبل الفاصل كنت تتحدث عن سياسة حمد بن خليفة بعد انقلابه على والده في 95، وكيف أنه جمع الكثير من المتناقضات، الكثير من الأيديولوجيات في قطر. كنت تتحدث عن أنه جمع الإخوان والشيوعيين والقومجية وكثير من الأطياف المختلفة. سؤالي
ماذا يهدف حمد بن خليفة من هذا؟ وكيف كان شعار، وتحدثت أنت قبل الفاصل شيخ سلطان عن أنه أصبح سياسة قطر شذت عن المنظومة الخليجية، فما الذي كان يريده من جمع المتناقضات حمد بن خليفة؟ يهدف إلى تهديد وجود الدول، الدول المجاورة، الدول المجاورة، أخواننا في المملكة العربية السعودية ومملكة التوحيد الغالية، وأخواننا في مملكة البحرين، وأخواننا أيضا في الإمارات الغالية، وحتى في الكويت، يعني حتى أخواننا في الكويت أيضا عانوا الأمرين، وأيضا حتى في جميع دول الدول العربية. وظهر هذا جليا وواضحا أبان بما يسمى ثورات الربيع العربي، اللي كان مدعومة بشكل مباشر من متبنى، ليس فقط مدعومة بل متبنى، تبنى هذه الثورات ودعمها بشكل مباشر وظهر جليا الأحداث. طيب، هل كان هناك أثر شيخ سلطان، هل هناك أي أثر مثلا اجتماعي على الانقلاب في 95، انقلاب الابن على أبيه؟ كلمة حق للتاريخ، أهل قطر جميعا لا يشرفهم هذا العمل الغادر. يعني كان مرفوضا اجتماعيا وإن لم يستطع أحد أن يعلن؟ كان مرفوضا اجتماعيا، ليس فقط مصر الحاكمة، من جميع أهل قطر، ولا ينكر هذا قطري أصيل. بس ما كان في ذاك الوقت احتجاجات معلنة، الحكم نفوذه قوته سيطرت على الدولة بشكل مباشر. يعني هل كان هناك مثلا في قطر من بعد الانقلاب سيطرة أمنية متشددة جدا مثلاً؟ جدا، أعطيك مثال على هذا. ميزانية جهاز أمن الدولة في قطر يتساوى مع ميزان مدفوعات الأجور في الدولة بشكل عام، كل نفقات الحكومة، كل نفقات الحكومة ميزان، خصنا ركز في ميزان المدفوعات والأجور، ميزانية أمن الدولة تساويها، كل أجور الدولة نعم مدفوعاتها ورواتبها تساوي ميزانية جهاز أمن الدولة القطري. نعم. هل يخشى، وهذا معروف عند أهل قطر كلهم، ولا يزال حتى إلى العهد في عهد الأمير تبي، ولا يزال؟ نعم. السؤال شيخ سلطان، مما يخشى مثلا تميم وحمد قبله، من إيش يخافون؟ هل يخافون من الداخل أم يخافون من الخارج؟ أم من الدولة في الغالب ممارساته في الداخل أكثر من الخارج؟ صحيح، هم يخافون من الداخل ويخافون من الخارج، يعلمون أنهم مرفوضين من الداخل ويعلمون أنهم مرفوضين من الخارج، وأن الأمر انتهى. بأي معنى انتهى؟ انتهى الصبر على يعني سياساتهم؟ نعم انتهى. وأقول لك إياها بكل صراحة، انتهى. صبرنا كثيرا. طيب، صبرنا كثيرا. أبجيك شيخ سلطان على قصة انتهى، لكن أنا أود أن أسأل عن نقطة تاريخية إذا سمحت لي، وهي أن الشيخ حمد بن خليفة بعد أن انقلب على والدي في 95 ببضعة أشهر وضع اسم والده الذي كان خارج البلاد على قوائم الانتربول وأصبح مطلوبا، وهذا أعلن في الصحف. صحيح، أصبح الشيخ خليفة بعد الانقلاب عليه مطلوبا من ابنه. صحيح، أو بأمر من ابنه على قوائم الانتربول. كيف كان أثر هذا القرار عليكم كأسرة آل ثاني، الأسرة الحاكمة في قطر؟ هذا عمل مشين، وأن نم عن عقوق وغدر وخيانة ولا يمثل آل ثاني، فآل ثاني أسرة كريمة، شرفاء أكرام رجال. هل كنت تلمس مثلا، ما في شك تعمرك بهذا، لكن هل كنت تلمس مثلا رفض داخل اليوم وأمس؟ نعم، كان هناك رفض حقيقي، ولكن أكرر لك كلامي، بحكم نفوذه وسيطرت على أجهزة الأمن وأمن الدولة لم يستطيع، وأقدر أقول لم يستطع أحد أن يعلن الرفض. نعم، وأقدر أقول لك بكل صراحة، اليوم أسرة الثانية ما تحكم قطر. من يحكم قطر؟ تنظيم. تنظيم من؟ تنظيم يتمثل بحمد بن خليفة، تميم بن حمد، حمد بن جاسم بن جبر، أم جاسم اللي هي الشيخ موزة. الشيخ موزة. و ليش طيب هذه ليش أقول لك بكل صراحة، الشيخ سلطان أسرة آل ثاني خارج الحكم من 30 سنة. يعني ما الذي جعلك تسمي، وأنا أبرئ أسرة آل ثاني من كل هالتصرفات هذه،
طيب بس وش اللي يخليك الشيخ تقول انه هذا تنظيم ومش اسره حاكمه مع ان هذول كلهم من الاسره؟ يعني ليش سميتهم تنظيم؟ لانه لا يمثل اسره الثاني ولا شرف الثاني ولا اخلاقنا، وهم تنظيم فعلا، وتنظيم قاتل، وتنظيم غادر، وتنظيم اجرامي صبرنا عليه كثير. غدر بمن يعني؟ خلافا لفكرتك يعني انه غدر في الشيخ السحيم، غدر في عمي، غدر في الشيخ خليفه، حتى عمي ناصر بن حمد كثير ما يعرف الروايه، اطلق عليه الرصاص بشكل مباشر. من اللي اطلق عليه؟ حمد بن خليفه. وتوفي اثر هذه الحادثه؟ اصيب اصابات بليغه ولكن ربي حفظه، وتوفى بعدها ب 15 سنه تقريبا بعد الحادثه. عام كم كانت هذه الحادثه؟ ولكن كان يعني كان له اثر نفسي كبير عليه، وهو شقيق الشيخ السحيم. عام كم تقريبا صارت الحادثة؟ الحادثة هذه أعتقد في سنة 87 أو 88 بعد وفاة والدكم. بعد وفاة والدي، بحكم أن هناك قناعة عند عمي ناصر وشقيق الشيخ سحيم بأن سبب وفاة الشيخ سحيم هو حمد بن خليفة. أود أن أسألك سؤال شخصي. حادثة اغتيال الملك عبد الله رحمة الله عليه، محاولة اغتيال الملك عبد الله، وغيره كثير. قتل القذافي، نعم، من قتل القذافي تعتبرون أن الذي قتل القذافي نعم كان بأمر من حمد بن خليفة بشكل مباشر، مع أنهم كانوا أصدقاء قبل الثورة. هو لا يعرف شرف الأخوة والصداقة، لا يعرف لا الغدر والخيانة. خليني أسألك شيخ سلطان، متى آخر مرة التقيت فيها بأمير قطر الحالي شيخ تميم بن حمد؟ وهل هناك علاقة شخصية بينك وبينه؟ خلني أقول لك بكل صراحة، أنا وتميم من جيل واحد، من سن واحد، يمكن هو أكبر عني فقط 3 سنوات، وحاولنا مع تميم كثيرا بالنصح بالإرشاد، كنا جيل واحد ونختلف عما سبقنا، ولم تكن البداية هذه فقط عندما تنازل حمد لابنه تميم في سنة 2013، هذا كانت من قبل يوم كان ولي عهد، ولكن كل محاولاتنا باءت بالفشل. يعني كنتم تنصحونه لكنه لا يقبل؟ لا يقبل النصح، مؤمن بأن سياسة والده سياسة صحيحة ومقتنع فيها، يعني وهو يسير على هذا النهج. هذا يدعوني إلى أن أسألكم سؤال مهم، وكثيرا ما يتبادر إلى أذهان المراقبين للحالة القطرية الشيخ سلطان، وهو من يحكم قطر اليوم؟ هل هو الحاكم الفعلي هو الشيخ تميم، أم أنه الشيخ حمد والده الشيخ حمد؟ التنظيم يتمثل في مجموعة من الأشخاص، منهم حمد بن خليفة، منهم تميم بن حمد، منهم حمد بن جاسم بن جبر المجرم الأكبر. لا يزال حمد بن جاسم، ليش تعتبر؟ لا يزال. وأنا أقول له، وأنا أوجه له رسالة صريحة يجب أن يفهمها، حسابه عسير فوق ما يتخيل. حسابه من قبل من؟ من قبلنا نحن شرفاء الثاني ورجال قطر المحبين والمخلصين. وش مشكلتكم مع حمد بن جاسم؟ حمد بن جاسم بن جبر هو طبعا تحت إدارة حمد بن خليفة، هذا معلوم لدى الكل، ولكن سار معاه في نفس النهج وشذ أكثر عن الطريق. وأبغى أذكره بكلمة قالها هو قبل أن يوصل للشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه، ومعه طلب تسليم الشيخ خليفة عندما كان الشيخ خليفة في الإمارات. قال باخذه وبحطه في حمام الطيارة وبقفل عليه. وهذا قالوا قال حمد بن جاسم، أرد عليه اليوم بكل شرف، وأنا سلطان ولد سحيم، إحنا أبر منهم للشيخ خليفة، ظل والدي بار للشيخ خليفة، وفقد حياته بسبب بره ووفائه للشيخ خليفة، أرد عليه وأقول له أقسم بالله حسابك عسير، وأن حتى الحمام هذا أشرف أن نحطك فيه. يعني أنت خلافك مع حمد بن جاسم بن جبر يكمن في أنه كان
الأداة أو العصا التي يضرب بها أحمد بن خليفة الآخرين. نعم. بمن فيهم الثاني؟ بمن فيهم الثاني، بمن فيهم عمي، بمن فيهم أبي. تنظيم. طيب، تنظيم مجرم، قاتل، غادر، خاين. خلينا نتكلم إذا سمحت لشيخ سلطان بن سحيم بن حمد الثاني عن اليوم تحديدا، عن الأزمة القطرية التي نشأت قبل بضعة أشهر عندما أعلنت 4 دول خليجية ودولة عربية، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعتها لقطر. هل هناك ضغط بشكل أو بآخر من أسرة الثاني لصناع القرار في قطر بغية إنهاء هذه الأزمة؟ احنا اجتمعنا اجتماع تاريخي في ديسمبر الفات، وكان هو في اليوم الوطني القطري. أسرة الثاني. أسرة الثاني. طبعا من أعلن الاحتجاج على السياسة؟ من أعلن الاحتجاج ومن لم يعلن، في كثير لم يعلن وكثير محتجز. الاجتماع هذا الشهير له مخرجات، والمخرجات سوف ترى النور قريبا. هل يمكن أن تحدثنا وتحدث السيدات والسادة المشاهدين اليوم عن هذه المخرجات؟ هدف هذا الاجتماع هو إنقاذ قطر. إنقاذ قطر؟ نعم. إنقاذ قطر من الحكم الحالي ولا من السياسات الحالية؟ إنقاذ قطر من الحكم الحالي. تعبنا، سئمنا، جثم على قطر وعلى صدورنا، ولن نستحمل أكثر من هذا. طيب، أخذنا هذا الموقف ونحن لن نتراجع قيد أمنا أو خطوة، حتى لو أدى ذلك إلى استشهادنا أو قتلنا، أقسم بالله لن نتراجع. يعني طيب، خليني شيخ سلطان أسألك سؤال محدد. على ماذا يعتمد صناع القرار في الدوحة بالإصرار على رفض المساعي الخليجية في الأزمة الحالية؟ وش يعتمدون عليه؟ يعتقد صانع القرار اللي هو متمثل في هذا التنظيم الغادر أن الشعب القطري معه وأن الداخل معه، ويعتمد على أجندات من مجموعات تكفيرية تدعمه، والإخوانج، ومجموعات حزبية ومجموعات سياسية، يعتقد أن هذا داعم له. وأيضا يعتقد أن قد تكون هناك ضغوط على أخواننا في المملكة وأخواننا في الإمارات وفي البحرين وفي مصر، وأن هذا ضغوط دولية. ضغوط دولية نقدر نسميها ضغوط دولية. نعم، ضغوط دولية. هذا ما يراه صانع القرار. نعم، من وجهة نظر هذا صرح، يعني مش بس يراه، هم صرحوا فيه بشكل مباشر. صرح فيه وزير الدولة لشؤون الدفاع، قال باتصال واحد سوف تنتهي الأزمة، خالد العطية. نعم، خالد العطية. تناقلتوها أنت أخواننا في العربية يعني. نعم. طيب، وجهة نظرك أنه يعني سبل حل الخلاف في الأزمة القطرية فيما يكمن؟ الخلاف قديم مجذر. إحنا نتكلم عن خلاف لأكثر من 30 سنة. تقصد يعني أن الأزمة ليست أزمة طارئة بل هي متأصلة؟ لن نتحدث عن أزمة بدأت في 2013 أو 2014 أو سنة 2017، لا لا لا، هذه ليس حقيقة ولا أمانة تاريخية. إحنا نتكلم عن أزمة لها 30 سنة، منذ الانقلاب تقريبا. منذ الانقلاب وقبل الانقلاب حتى. قبل الانقلاب أنا أتكلم من 87 وهو الحاكم الفعلي لقطر. ولا نتكلم إحنا عن أزمة عابرة، أو إحنا نتكلم عن أزمة حقيقية، عن مجموعة تهدد وجود الدول، تقتل الرؤساء، تغدر في الأب، تغدر في العم، تغدر في الأسرة، فقدت كل المروءة والشرف والرجولة. حاب أذكرك نقطة مهمة. طيب، يعني أنت لا ترى إذن أفقا لحل هذه الأزمة في ظل وجود هالقيادة؟ لا أرى أفق. يعني الحل الوحيد من وجهة نظرك هو تغيير القيادة؟ نعم، تغيير التنظيم. صح، تغيير التنظيم. نعم، مثل ما تعتبر. نعم. طيب شيخ سلطان، أنت يعني بوصفك ابنا للأسرة الحاكمة ومطلعا على الشأن القطري، بطبيعة الحال الحكومة القطرية تنفق أموال طائلة للتظاهر بأن الأزمة لم تؤثر عليها في الحياة اليومية للناس، لكن ألا يوجد نهاية لهذه الأموال الطائلة؟ ما الذي سيحصل في تقديرك؟
هل ستستمر الحكومة في هدر هذه الأموال لمحاولة تعويض آثار المقاطعة؟ يعلم الجميع أن قطر أغنى دولة في العالم وأنها تملك ثروة غير عادية، فهي تملك أكبر حقل غاز في العالم وتملك حقول نفطية، ولكن للأسف أساءوا استخدام هذه الثروات، فهي أمانة من الله. كيف يعني استخدموها في تغذية الثورات العربية بقصدك؟ يعني خلني أكلمك عن الشأن الداخلي والشأن الخارجي. ببتديك في الشأن الداخلي، لا توجد عندنا أي تنمية اقتصادية ولا رؤية اقتصادية حقيقية أبدا، ولا حتى تعليمية أبدا، ولا حتى صحية. بس اللي يقارن مثلا القطر اليوم مقارنة بعشر سنوات ماضية يشوف لا، الكل تطور، الكل تطور، حتى دول غرب أفريقيا تطورت في آخر عشر سنين. آخر مستشفى بنى في الدوحة في سنة 1980 ميلادي في 270 سرية. أي مستشفى بعد هالفترة؟ في الدوحة لم يبنى أي مستشفى بعد هالفترة. في غير الدوحة يمكن بني؟ في غير الدوحة بنى في الوكرة مستشفى بعد صغير أظن 100 وشيء سرير، وبني قبل 20 سنة مستشفى في الخور 100 سرير، 100 ب 100 سرير، وحتى اللي في الخور حتى مستشفى طوارئ أعتقد. ولا يوجد أي تنمية حقيقية في الخارج. حياكم الله مجددا أيها الإخوة والأخوات، مع تركي الدخيل. لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد الثاني. شيخ سلطان، كنت تتحدث قبل الفاصل على أنه لا يوجد تنمية داخل قطر، واحتجيت حضرتك على أنه مثلا المستشفيات لم يبنى مستشفى داخل الدوحة منذ الثمانينات أو نهاية الثمانينات، وقلت أيضا هناك مشاكل في التنمية يعني اقتصادية خارجية في السياسة القطرية، فأود أن تكمل إذا تكرمت. فيما يخص الخارج، استخدموا جميع الثروات والأموال في تهديد وجود الدول، وأنا ذكرته في اجتماع ثاني في اليوم الوطني، في تهديد وجود الدول، في إسقاط إخواننا الغالين في مملكة البحرين، في إسقاط إخواننا الغالين في المملكة العربية السعودية. قصدك عملهم على إسقاط، تهديد وجود الدول وإسقاط الدول بحد ذاته، من خلال محاولة الثورة اللي صارت في البحرين. نعم، من خلال محاولة دعم الثوار. وأنا أقول لإخواننا وأكرر وأقول الكلام اللي قلته من قبل، لإخواننا في المملكة العربية السعودية ومملكة التوحيد الغالية، ولإخواننا أيضا في البحرين، ولإخواننا في الإمارات، إحنا نذود، ولإخواننا أيضا في مصر، إحنا نذود بأنفسنا وبوطاننا دفاعا عنهم. هذه ليس من شيمنا أن نكون خناجر مسمومة، وليس من أعرافنا. وبري أسرة الثان من هذا العمل المشين، واللي قام بهذا الأعمال هو تنظيم قادر يتمثل في حمد بن خليفة بن حمد، يتمثل في تميم بن حمد، يتمثل في حمد بن جاسم بن جبر، يتمثل في الإخوانج، حركة إخوان المسلمين والتنظيم العالمي لحركة إخوان المسلمين، والمجموعات التابعة لها التكفيرية، وباقي الأحزاب التي يتبناها هذا التنظيم. أكرر وأقول لك يا أخوي تركي ما قلتها في اجتماع الثاني، إحنا نذود بأنفسنا، أنا يا سلطان بن سحيم وإخواننا من الثاني وإخواننا من شعب قطر، نذود بأنفسنا ونذود بوطاننا دفاعا عنكم، ودفاعا عن مملكة التوحيد الغالية، ودفاعا عن مملكة البحرين، ودفاعا عن الإمارات الغالية، ودفاعا حتى عن إخواننا في مصر. طيب، وعن باقي العرب كلهم. جميل، أنت تعبر بوضوح عن احتجاجك منذ أعلنت احتجاجك على السياسات القطرية، منذ الخطاب الذي أعلنته قبل بضعة أشهر. قلت أنك أيضا في اجتماع الأسرة تلقيت الكثير من الاتصالات من آل ثاني، وأن هناك من لم يعلن اسمه. ليش طيب ما أعلنتوا أسماءهم المحتجين من الأسرة؟ حفاظا على سلامتهم، لأنهم موجودين في الداخل. نعم، لأنهم موجودين في الداخل. تحدثت عن مسجونين من الأسرة أيضا في الداخل. نعم، كم تقدر أعدادهم؟ أنا خلني أقول لك بكل صراحة، أشكر الكل من أسرة الثاني اللي كلموني وساندوني، إن كان من الداخل أو إن كان من الخارج، اللي موجودين اليوم وقاموا بموقف تاريخي كله شرف وكله رجولة. ولو تسمح لي أخوي تركي لما أذكر أسماهم، حفاظا عليهم من هذا التنظيم الغادر. طيب، وليس فقط من أسرة، ساندونا من جميع قبائل قطر. هل عندكم شيخ؟ وكلمونا من جميع قبائل قطر، ليس من البادية، وليس فقط من البادية، من البادية ومن الحضر ومن الكل.
مكونات المجتمع القطري كله. وأبغي أقول كلمة لإخواننا في قطر، الكل يعرف من الشيخ سحيم، والكل يعرف من سلطان بن سحيم. الشيخ سحيم ضحى بحياته لأجل قطر وأهلها، وأنا اليوم بضحي بنفسي وبقوم بالواجب التاريخي. خليني أسألك شيخ سلطان عن هذه الفكرة، ما هو برنامجكم؟ هل عندكم برنامج سياسي؟ نعم، عندنا برنامج سياسي، وعندنا مخرجات للاجتماع الثاني سوف ترى أنه قريبا جدا ستعلنون عنها. نعم نعم، جدا في القريب، يعني في قريبا جدا. شيخ سلطان، يعني في 15 من أكتوبر الماضي أعلنتم عن اقتحام منزلكم في الدوحة، ما الذي حدث بالضبط وكيف تلقيتم هذه الرسالة؟ هذا التنظيم لم يعرف معنى الشرف، ولم يعرف معنى الرجولة، ولم يعرف معنى الكرم ولا الشجاعة، ولم يعرف معنى حرمة البيوت، لا يعلم إلا الغدر والخيانة. وش صار في بيتك؟ في اقتحموا البيت مجموعة من 15 شخص، اقتحموا البيت مجموعة أمنية، مجموعة أمنية طبعا، فرقة أمنية من جهاز أمن الدولة، اقتحموا البيت الساعة 9 مساء، وظلوا في حوالي 7 إلى 8 ساعات. من كان في منزلكم؟ لم يكن فيه فقط إلا الخادمات والمربيات، وأهنوهم إهانة غير عادية، و يعني جزء منه حتى طلع في قناة سكاي نيوز، وانتم بعد ما قصرتوا في إخواننا في العربية غطيتوها، حتى يعني صور الشيخ سحيم بعضها كسروها، سرقوا صور شخصية وعائلية خاصة لها معنى كبيرة في نفسي اليوم ما أملكها، وأيضا وثائق مهمة تمثل تاريخ قطر. هذه الوثائق هل لديكم نسخة منها؟ عندنا جزء منها موجود، نسخ منها نعم. وتحدثتم عن أنها تكشف أسرار هذه الوثائق، ما هي هذه الأسرار اللي تكشف؟ أسرار تاريخية قطر الماضي وقطر الحاضر. هل بين هذه الوثائق ما يهدد الحكم الحالي شيخ سلطان؟ نعم هناك. كيف ترى شيخ سلطان بن سحيم بن حمد الثاني مستقبل قطر مع استمرار السلطة الحالية في ممارساتها بالذات؟ لا أرى مستقبل. مستقبل مظلم؟ إيه لا أرى مستقبل، مستقبل مظلم. طيب ما هي نظرتكم لمستقبل قطر بدون هذه السلطة؟ كدولة تحررت من احتلال غاشم إلى هذه الدرجة؟ نعم. طيب هل حاول مسؤولين قطريين بعد إعلانك احتجاجك على السياسات؟ واليوم قطر محتلة. محتلة من من؟ من هذا التنظيم. حضرتك أعلنت في أكثر من مرة احتجاجك على وجود قوات تركية داخل قطر. نعم واحتج. نعم. ليش ترفضون القوات التركية فقط مثلا، مع أنه في قاعدة أمريكية؟ أجدادنا قاموا بواجبهم التاريخي وحرروا قطر من أطماع عثمانية في ذاك الوقت، ولن نقبل هذا الوجود التركي على قطر. أن تقصد بمعارك كانت تاريخية؟ بالمعركة الأشهر والأشهر والأشهر، معركة الوجبة التاريخية. فلن نخون دماء أجدادنا بين قوات تركية وبين وبين أهل قطر بقيادة الثاني، بقيادة الشيخ قاسم. نعم، فلن نخون دماء أجدادنا وشهدائنا الذين قتلوا في الوجبة. يعني أنتم تعتبرون أن دخول قوات تركية هو عودة؟ نعم. أو نعم. تسليم تسليم قطر للمحتل السابق. هذا وجه الاحتجاج اللي عندكم. نعم. طيب هل حاول شيخ سلطان مسؤولين قطريين حاليين التواصل معك بعد إعلانك الاحتجاج على السياسات القطرية؟ حاولوا كثيرا. وش كانوا يعرضون عليك؟ ورفضت جميع هذه المحاولات. ماذا كانوا يعرضون عليك؟ جميع ما تتخيل من مغريات الدنيا. ورفضت هذه المغريات كلها، وارفضها وارفضها وارفضها، وأهل قطر عارفين أني في خير الحمد لله وفي نعمة، ولكن هدفي هو إنقاذ قطر لو حتى هذا كلف حياتي. هل لديكم رسالة توجهونها للسلطة الحاكمة في قطر؟ رسالتي بيعرفونها قريبا جدا، ولنا صدق الأفعال ليس الكلام. وما هي رسالة الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد الثاني للشعب القطري؟ شعب قطر أغلى من نفسي وروحي، جميع شعب قطر، من بدو قطر، من حضر قطر، أقسم بالله يا أخوي تركي، هم أغلى من النفس ومن الروح،
وبذود بنفسي وروحي دون أهل قطر، وهذه التضحيات ليس بغريبا علينا، فوالد الشيخ سحيم أهل قطر جميعا يعلمونه، ضحى بنفسه وبروحه وفاء لأخيه وفاء لشعب قطر، وأنا على هذا النهج سالك. ولن أنسى مواقفهم معنا، وأشكر أسرة الثاني الذين تواصلوا معنا من الداخل، إحنا نتكلم عن أكثر من 60 أو 70% من أسرة الثاني يكلمونا وساندون. نعم 60 أو 70% من أسرة الثاني يكلمونا وواقفين معنا. نتكلم عن مئات، إحنا نتكلم عن مئات. غير فوق في هناك أكثر من 417 اسم ممنوع من السفر، فهذه تضحيات قاموا من الأسرة. نعم من أسرة الثاني. ولا ننسى تضحيات إخواننا في قطر، كثير منهم محتجز، كثير منهم معتقل، بينما قطر تنظيم الغادر يستضيف الإرهابيين ويستضيف القتلة ويستضيف المجرمين، يستضيف الإخوانج والمؤسسات التابعة لها. طيب شيخ سلطان، يعني كثيرا ما يعرض خصوصا في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل المؤيدين للسلطة في قطر بعض الملاحظات على سلطان بن سحيم، يقولون أن سلطان بن سحيم يتبنى هذا الموقف بالنظر لأن والدته سعودية، وأن سلطان بن سحيم ما يعرف الواقع في قطر لأنه يقيم في الخارج. كيف يتعلق على هذه الملاحظات أو الاتهامات؟ النقطة المهمة، إذا والدتي سعودية فهذا شرفا لي وتاريخا منيرا لي، شرفا لي أن تكون والدتي سعودية. وأسرة الثاني أصلها من وين؟ وكل أهل قطر أصلهم من وين؟ كلهم أصولهم يرجعون من المملكة العربية السعودية جميعهم، ولا أحد ينكر هذا. فلي الشرف ولي الفخر أن والدتي سعودية. أما من ناحية والدتي، فوالدتي حافظت على الشيخ سحيم وحافظت على مكانته وبرت فيه وقامت بواجبها في تربيتنا ورعايتنا، أشهد بالله بهذا، برت في أبي كل البر وبرت فينا كل البر. أما فيما يخص أن سلطان بن سحيم عايش برا، فهذا من المضحك. أقسم بالله أني عشت حياتي كلها في قطر وبين أهل قطر، ولم أخرج من قطر إلا حتى بعد الأزمة بثلاث أسابيع. عشت حياتي كلها في قطر، انولدت فيها، درست فيها، ترعرعت فيها، وسوف أقوم بواجب التاريخي بتحرير قطر. إذن أنت لا تقيم يعني من فترات طويلة. مضحك جدا والله يا أخو تركي، أضحك لما أسمع هذا الكلام، وجميع أهل قطر عارفين أن هذه روايات كلها كاذبة. السؤال المهم، متى نرى سلطان بن سحيم بن حمد في الدوحة؟ بإذن الله الواحد لحد فرد الصمد، قريبا جدا، قريبا جدا 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 طبعا. وأنت لن تعود في وجود التنظيم بطبيعة الحال، في وجود الحكم الحالي. سأعود بعد ما تتحرر قطر من هذا التنظيم المحتل الغاشم. شيخ سلطان شكرا لك على هذا الوقت. تسلم يا أخو تركي، وبيض الله وجهك، وانت أخ غالي وعزيز. شكرا لك. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة مع تركي الدخيل. حتى ألقاكم في حلقة مقبلة، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.